بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد بإذن الله الدرس السابع في الوحدة العشرة. اسم الدرس: الصور المتكافئة للقصور. يلا في البداية نقول بداية، عندي ولد اسمه سيف وعندي ولد اسمه نبيل. ده معاه برواز أو مربع مكون من 10 أجزاء. ده البرواز بتاعه مكون من 100 جزء. الواد ده لون كام؟ شريطين من 10، يبقى بالكسر الاعتيادي يا أسامة 2/10. طب بالكسر العشري 2/10، والاتنين متساويين، ولكن ده كسر عادي وده كسر عشري، لكن الاتنين نفس المعنى. طيب إجا الولد ده لون إيه؟ أدي 10 وأدي 10، يبقى 20. يبقى لون 20 من 100. طب بالعشري 20 من 100. دي إجابة عادية ودي إجابة عشرية. يقوم يجي أسامة يقول لي: يا مستر حامد، سيبك من إن ده عادي وده عشري وده عادي وده عشري، أنا ملاحظ حاجة. قلت له: قول يا أسامة. قال لي: يا مستر، الشريطين دول اللي هم حضرتك بتقول 2/10 هم نفس مقاس التلوين بتوع 20 من 100. أنت متفق معايا يا مستر ولا مختلف؟ قلت له: فعلا والله متفق معاك. العشرة دول اللي هم الشريط ده، والعشرة دول يا ملك اللي هم الشريط ده. يقوم أسامة يقول لي: معنى كده يا مستر حامد إن الاتنين على 10 بتاع الولد إيه سيف أدي 20 على 100 بتوع الولد نبيل. أقول له: بالملي. أيوة يا مستر، بالملي بالشكل، ولكن دي غير دي خالص. أقول له: تخيل لو حذفت صفر مع صفر، تصدق بقت 2/10 قد نبيل قد أسامة قد سيف؟ يبقى بمجرد ما تحذف صفر مع صفر يطلعوا متساويين. يبقى ده بيقرأ من 10 وده بيقرأ من 100، ولكنهم قد بعض. اللي جاب في الإملة 2/10 زي اللي جاب في الإملة 20 من 100. احذف صفر مع صفر رجعت لأصلها، أو حط زيرو لدي وزيرو لدي بقت 20 على 100. شفت معنى كده اسم الدرس ايه؟ الصور المتكافئة للقصور. دي قراءة ودي قراءة، دي كتابة ودي كتابة، ده نطق وده نطق، ولكن الحقيقة ان هم قد بعض، يا سبحان الله. واحدة تانية: شريط ده قد ايه؟ 5/10. طب وبالعشري؟ 5/10. قال لي: طب ما احنا ظللناهم اهم بس في الجدول ابو 100. اقول له: في الجدول ابو 100 يبقى دول 10 20 30 40 50. يبقى الخمسة على 10 بتتكتب ازاي؟ 50 على 100. طب والخمسة من 10 تتكتب ازاي؟ 50 من 100. زودت زيرو وزيرو وزودت هنا زيرو. طب لو جيلك في ده الكسر الاعتيادي 70 على 100، دول 70 من 100، 70 على 100 قد مين؟ اقول له: قد السبعة دول. يبقى قد الـ7/10. طب الـ70 من 100 هي مين؟ هي الـ7/10 من غير الزيرو. يبقى هنا حذفت زيرو مع زيرو بقت 7/10. هنا اشتلت الزيرو اللي على اليمين بقت 7/10. الاتنين قد بعض يا ولاد. طب فكرة تانية: 6/10. عايز ايه يا عم؟ قال لي: اكتب لي كسر اعتيادي وكسر عشري يكونوا مكافئين للاصل. مش دي 6/10؟ ايوه. انا عايز واحد اعتيادي يكون قده. اقول له: سهله، نكتب الـ6/10 زي ما هي. عايز واحد قده؟ زود زيرو زيرو. طب الـ6/10 اللي هي مين؟ اللي هي 6/10. طب عايز واحد قده؟ تبقى 60 من 100. شفت ازاي؟ طب ده 1/7/10. عايز واحد قده بس يكون عدد كسري. اوكي، الواحد اهو، والـ7/10 زي ما هي. مش دي هي دي؟ انا عايز واحد تاني قده، زود زيرو زيرو بس خلاص. طب عايزها بالعشري، 1 بوينت، 70 على 100، 70 من 100. طب دي 30 على 100. عايز كسر اعتيادي يكون قده. انا لاحظت حاجة، هنا زيرو وهنا زيرو، باي 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 باي. يبقى الكسر الاعتيادي اللي قده 3/10 بعد ما حذفت الزيرو. طب عايزه عشري، تبقى 3/10. طب ده 40 من 100، عايزه كسر اعتيادي. ال 40 من 100 اصلا
معناها 40 عالمية. تمام؟ تمام. طب أنا عايز واحد اعتيادي جديد يكون قده، احذف 0 مع 0 تبقى 4/10. طب عايزه 10 تبقى 4 من 10. طب دي 9 من 10 معناها ايه في الاعتيادي؟ معناها 9/10. طب انا عايز كسر اعتيادي مكافئ، يبقى نزود 0 90/100. طب بالعشر 90 من 100. طب دي 3/4 من 10 معناها ايه؟ معناها 3/4/10. ده معناها. طب انا عايز واحد مكافئ، يبقى نسيب مين؟ نسيب التلاتة، وبدل 4/10 زود 0 0. 40/100 3.40%. يبقى المستر بيجيب الاصل، ويا اما نزود اصفار اما ننقص اصفار. شوف اللي جايه دي، المية بقت 10، لا حصل لها، خب 0 يبقى نخبي 0 تبقى 3. الخمسه بقت 50، اتضربت في 10 يبقى نضرب دي في 10 تبقى الاجابه 100. المية بقت 10، يبقى قسم على 10 او خب 0 يبقى نخبي 0 يبقى 4. العشرين بقت 2، يعني قسم على 10 او خب 0 نخبي 0 تبقى 10. الاربعة هي الاربعة، العشرة بقت 100 يا اسامة، يبقى اتضربت في 10 او زادت 0 يبقى نزود ليدي جنبها 0 او نضرب في 10 تبقى 80. الخمسة هي الخمسة، التلاتين بقت 3، قسم على 10 او خب 0 يبقى نخبي 0 تبقى الإجابة 10. شفتوا الجمال والبساطة؟ اللي بعدها، عايز ايه يا عم؟ قال لي اكتب كسر 10 يكون مكافئ لده. يعني ايه مكافئ؟ يعني قد 7/10. مش دي 7/10؟ قال لي اه. قلت له انا كتبتها لك اهي. قال لي يبقى انت ما عملتش حاجة، انت بتنقل مني. قلت له امال اعمل ايه؟ قال لي اتصرف. قلت له فهمتك، يبقى نحط 0. طب لو ولد حط 0، تخيل، صح. 3 اصفار، صح. 4 اصفار، صح. بس دي ابسطهم. اللي جاب 7/10 زي اللي جاب 70/100 زي اللي جاب 700/1000 وهكذا. الاصفار على اليمين ملهاش قيمه في وجود العلامه. طب الولد ده جايب 8/10، اعمل ايه الاول؟ انقلها زي ما هي. طب عايز كسر مكافئ، خد 0. طب جايب 3/10، انقلها زي ما هي. طب عايز مكافئ، زود 0 وهكذا. طيب جايب 50/100، مش دي معاها 0؟ خبيه. يبقى 5/10 2/10 تبقى 20/100. 9/10 زود 0 تبقى 90/100 وهكذا. طب دي معاها اصلا 0، خبيه، تبقى 6/10. دي معاها 0، خبيه، تبقى 9/10. يجي ولد يقول طب ما ينفعش نسيب ال 60 ونزود 0 كمان؟ اه طبعا، اه طبعا. 1/10 انقله، وبعدين عايز مكافئ، زود 0. طب دي معاها 0، الغيه، يبقى 1/10. ودي معاها 0، الغيه، يبقى 4/10. ودي معاها 0، خبيه، يبقى 7/10. شفت الطريقة؟ طب لو بدل 70 خليتها 700/1000، إجابة صحيحة، وهكذا. نفس الفكرة ولكن كسر اعتيادي مكافئ. يلا نشوف، 60/100، أنا عايز بسط ومقام اعتيادي، مش ده 0 0؟ باي 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 باي، تبقى 6/10. 0 0، باي 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 باي، المتبقى 4/10. طب دي معاش 0 و0، يبقى نزود احنا 0. الخمسة تبقى 50، العشرة تبقى 100، فوق زي تحت. طب دي معاش 0 و0، نزود احنا 0، 0 لدي و0 لدي. لو مفيش حط. طب لو في، باي 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 باي، المتبقي 8/10. في وفي، باي 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 باي، المتبقي 2/10. طب 3/10 مفيش الا 0 1، عايز مكافئ، زود 0 فوق وزود 0 تحت، تبقى كام؟ تبقى 3/100. ونعدل الواحد ده. اوكي اوكي، 1/10 انقله اهو، 1/10. طب انا عايز مكافئ، 0 لدي و0 لدي. طب لو عايز ارجعها لاصلها، باي 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 باي، ترجع 1/10. اخر شريحه معانا، بيقول لي حذر فذر. ايه يا مستر حذر فذر؟ ايه؟ 4/10 يكافئ مين؟ اللي جايب 4/10 زي اللي جاب 4/100؟ لا.
ربع؟ لا. امال زي مين؟ 10 على الأربعة؟ لا. 40 على 100؟ مش عارف يا مستر بصراحة. نقوم نعمل إيه؟ نقول لنفسنا 4 من 10 لو أنا زودت لها صفر تبقى 40 من 100. طب مين اللي قدها؟ 40 على 100، أهي دي الصورة الكسرية بتاعتها. جميل. 71 جزء من 100، مين الإجابة الصحيحة؟ 71 جزء من 100. نكتب 71 بدل من 100، يبقى البوينت بعد رقمين. الإجابة أهي الصورة الكسرية لدي، 25 على 10. يا ترى قد دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ أقول له فهمت قصدك، ننزل 25 سادة سادة، بدم على 10 يبقى البوينت بعد رقم 1، تبقى الإجابة أهي. طيب 6 من 10، 6 من 10 قد مين؟ مين جدع يعرف؟ 6 من 10 زود لها صفر يبقى 60 من 100، الصفر على اليمين ملوش قيمة، تبقى دي الإجابة الصحيحة. شفت إزاي؟ الدرس سهل بإذن الله وبسيط، القصور المتكافئة للقصور.